كتير مننا لما بيمر بمواقف صعبة أو ظروف قهرية بينهار وبيبقى مش عارف إزاي يتخلص من كل الضغوط النفسية اللي بتقابله، وبالتالي ده بيأثر على صحته وحالته النفسية وكمان تحقيقه لهدفه في الحياة. ولكن في ناس قدرت أنها تحول المحنة القوية اللي عدت بيها وكل العقبات اللي في طريقها لبدايات جديدة كلها نجاح بدون أي ضغوط وبرؤية جديدة ومختلفة للحياة. ضيفتنا النهاردة عندها قصة جميلة وملهمة مع تقلبات الحياة والظروف الصعبة اللي اتحطت فيها واللي كانوا سبب رئيسي في نجاحها. منورنا النهاردة يارا مازن، مؤسسة بودكاست حوارات في متعة الحياة أو جي دي في توكس. ازيك يارا؟ هاي، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. انا حاسة ان انت هتعيطي من المقدمة بس بصراحة عجبتني جدا. ثانك يو. انا اول حاجة عايزة اسألك عليها، عرفيني بيكي، عرفيني مين هي يارا. بصي، انا عارفة لما يعني انسانة عايشة كده بسجيتي وبقلبي، ودايما لما الشخص بيبقى عايش كده مش دايما بيواجهوا الحاجات الكويسة، يعني بيواجهوا ده وبيواجهوا ده، فطبعا يعني انا بحب الحياة جدا، فمهما كان في صعوبات الواحد بيخش فيها لازم بيعديها، ما عنديش اوبشن، يعني ما فيش اوبشن ان انا عارفه لما تحسي ان في ناس كده ما عندهاش اللينك ده في دماغها، خلاص اللي هقع وهقوم. بس المره دي كانت مختلفه جدا، عشان قعدت، ولما قعدت سالت نفسي هو انا بقع ليه، وحاولت افهم ايه الدروس اللي انا المفروض اتعلمها وبعمل ايه غلط، عشان كشخص عايش بقلبه جدا لقيت ان انا مش بس عايشه بقلبي، انا عايشه بدراعي. عارفه الطريقه دي اللي هو واخده كل حاجه كده بصياع، اللي هو اكني يعني هعرف اغير العالم، ولحد ما لقيت انه هو انا مش هغير حد خالص، ولا هغير العالم ولا هغير اي حد، انا هغير نفسي. اوكي يارا، ازاي جات لك فكره جي دي في توك؟ بصي، انا من 3 سنين يوم عند ميلادي حصل لي حاجه اسمها هايبرتنسيف كرايسيس. يعني الهايبرتنسيف كرايسيس دي زي ضغط الدم بيتجنن خالص، بيطلع وما بينزلش، فبيؤدي طبعا لحاجات صحيه اللي هو يا ستروك يا ازمه قلبيه يا جلطه. فالمهم 24 ساعه من الاحداث دي طلعت منها، عرفت انه اللي انا بعمله ده، طريقه اللي انا ابقى عايشه بدراعي دي غلط، وطريقه ان انا ابقى عايشه كل حاجه بالزياده برضو غلط. بالظبط، ان انا ابقى عايشه بقلبي كده على دراعي كمان غلط. وقعدت نفسي قلت بصي يا رو، انت فاكره بقالك عايشه بقالك 38 سنه فاكره انك بتعملي كل حاجه صح، وطلعتي حماره. فقعدي فتره شوفي انت بتعملي ايه. فسبت الشغل قعدت في البيت، وكنت طبعا يعني الواحد عارفه بيطلع من الصدمه صدمه جسديه بالطريقه دي، الواحد جسمه بيبقى فيه خوف كتير قوي، فكنت واحد بيخاف يتحرك، بيخاف ياكل، بيخاف يشرب، كان وقت صعب شويه. فالمهم بدات خطوات بيبي ستابس كده، انه معلش يا رب، عارفه. فيمكن 3 4 شهور كده وانا قاعده في البلكونه عندي بشرب الشاي، جيت على كلمه جوا دي فيفر. جوا دي فيفر دي انا عارفه انها كلمه فرنساوي وتقيله، وبس حبيتها جدا، معناها متعه الحياه. ايه بقى هي متعه الحياه؟ هي متعه الحياه، الجمله يعني بتقول في متعه الحياه في بساطتها، في انها تتعاش بطريقه خفيفه سهله، وفيها الهام، في الهام دائم. مش شرط ان الالهام معناه ان انا محتاج ان انا اطلع جبل عشان ابقى ملهمه، لا، ممكن ابقى ببساطه مبتسمه، صبوره في الصعاب، حاجات بسيطه جدا احنا مش بنبقى عارفين ان في المساحه دي ان احنا نعملها، ان احنا يعني نعيشها بالطريقه دي. متربيين ان احنا لا، محتاجين نذاكر كويس قوي، ننجح، النجاح ده حاجه مهمه جدا، لازم يبقى فيه كومبيتيشن، الكومبيتيشن دي حاجه، المنافسه دي حاجه بتقوينا وبتقوينا. لقيت انه انا مش مقتنعه بالكلام ده، انا مقتنعه بانه لا، ممكن يبقى فيه طريقه تانية، طريقه ابسط، فاهمة؟ طريقة انه ان احنا نبقى بنتعاون اكتر من ان احنا بنخبط في بعض. فالمهم وانا قاعدة في البلكونة جات لي بقى الفكرة دي اللي هي تحتها كل المبادئ دي، وبعدين قلت ما هو انا اكيد انا مش لوحدي، هو عمرنا ما بنبقى، عمر ما الواحد بيبقى بيمر بحاجة بيبقى لوحده، صح؟ يعني قصتي هتبقى قريبة جدا من قصة مليون حد تاني، او مشاعرك،
بالظبط. فقلت طب انا كنت ديجيتال ميديا يعني ديجيتال ايجنسيز بقالي 15 سنه، هو ده اللي حرق دمي واعصابي غالبا. اكيد حاجه صعبه جدا بصراحه، يعني ده قصه تانية خالص بقى، اندستري تانية خالص. بس كان معايا الادوات، يعني كان معايا الادوات ان انا اقدر ان انا ابدا بودكاست، ان انا اعمل كونتنت، ان انا كان عندي الادوات عندي انا حتى من غير تيم. فقلت طيب انا عايزه اقول ده، انا عايزه اقول ده، عايزه اشارك انه في طريقه تانيه، اكيد في طريقه تانيه. فاهم قصدي؟ اصل ده مش طبيعي ان حد عنده 38 سنه صغيره جدا يحصل كل ده ليه. بعدين ابتديت ابص حواليا لقيت دي قصه مكرره جدا، يعني من الاوتو اميون ديزيزز للحاجات الكرونيك، السكر والضغط والقلب، حاجات حوالينا واحنا يعني الايج جروب بتاعنا اربعينات صغيرين على الكلام ده. فقلت لا، ما هو اكيد في حاجه احنا بنعملها مش مظبوطه. بس فبدات اتكلم واشارك في الموضوع ده في البودكاست اللي هو جي دي في، اللي هو كان اسمه جوا دي فيفر، وبعدين لقيت طبعا اسمه ده صعب جدا فحطيتي الانيشلز بقى جي دي في توكس، انه يعني جوا دي فيفر اللي متعه الحياه بتتكلم يعني. بس وبدات من هناك، بدات ان انا عايزه اقابل الناس كلها اللي ممكن تبقى بتفكر بنفس الطريقه دي، ناس ناجحه وناس عاديه وناس يعني كل الناس بس في شريحه معينه بيفكروا كده. بس حتى لو الشريحه معينه، انا بحس وانا بتفرج على البودكاست بتاعك انه بيخاطب كل الناس، يعني مش شريحه معينه زي ما انت قلتي، لان القصص ممكن تكون بتحصل لشرايح تانية كتيره جدا. انا مقتنعه بحاجه، انا مقتنعه ان احنا كبني ادمين كلنا واحد بالظبط، يعني مفيش شرائح اصلا. صح. يعني هي مفيش يعني بس المجتمع بيحب يبص على ناس على 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 مسل معينه. فاهمه قصدي؟ انا كان بالنسبه لي عايزه اطلع من المسل دي ناس بسيطه، بمعنى ان هي بتخاطب الكل وروحها بسيطه. وبنتكلم، تقدر نقعد نتكلم. عارفه كان دايما يسالوني انت هتقعدي تتفلسفي بقى؟ اقول لهم جماعه انتوا عارفين ان اي حضاره لازم بتقوم على فلسفه الحضاره دي. صح. يعني مفيش حضاره بتقوم غير لما يبقى فيها فلسفه. صح. هقعد وهتفلسف، يا ريت بليز. محتاجين نقف لحظه ونبطل انتاجيه فظيعه ونشوف احنا بنعمل ايه. وده مغزى او الرساله، انه لمده ال 45 دقيقه اللي احنا بنقعدها على الكنبه بنقف لحظه وبنفكر ايه معنى الحب، ايه معنى النجاح. احنا كل واحد يقول لك انا ناجح يرفع ايده. طب ايه معناها؟ ايه معنى؟ ما هي النجاح ليا مختلف عن النجاح ليكي، مختلف عن اللي فاهمه. فطب هو معناه ايه؟ وهل ممكن يبقى النجاح حاجه بالبساطه ان انا ابقى مثلا مرتاح البال؟ هل ده نجاح؟ فده كان الهدف. يعني في ناس بتقولك مثلا ان الانسان يكون وصل لاعلى درجات النجاح لما يكون باله مرتاح. بالظبط ده اتشيفمنت رهيب. ايوه، بس منين بقى ده؟ وانتي يعني النجاح اللي احنا بنقيم عليه، لو رحتي قلتي انا ناجحه عشان انا راحت البال، ما حدش شايفه. ده ممكن يتريقوا اصلا. صح. فاهم قصدي؟ فعشان نقدر ان احنا نخلق مساحه جديده فيها لغه جديده للنجاح ولغه جديده للحب. الحب مش بس اغاني وطبل. صح. فاهمه؟ ده حاجه تخلي العالم يدور ويلف. فاهم قصدي؟ مظبوط. يعني بحاول اخلق المساحه دي. طب انت بتختاري ضيوفك يا يارا بناء على ايه؟ بصي، انا الحمد لله عندي، عارفه الانتويشن، فبيبقى في ناس كده معينه، اخش مكان الاقي ناس بتنور اكن حواليها كده نور هالة. معين هاله معينه، وببقى حاسه ان الشخص ده هعرف اقعد اتكلم معاه. وفي جميع يعني الحمد لله يعني 99.9% بيطلع مظبوط. بتحسي بالظبط. فبحس بالناس اللي هتعرف يبقى عندها نفس الصدى ده، هتعرف تتكلم اللغه دي. هتعرف ان هي تقعد لحظه يعني عارفه يفتح قلبه ويتفلسف شويه يعني. صح. او ينظر لنفسه بطريقه داخليه شويه، لان على فكره انت ممكن فعلا زي ما انت بتقولي ممكن يكون واحد
محقق حاجات كثيره جدا في حياته، او واحده محققه حاجات كثيره جدا في حياتها، ولما تيجي تتكلمي بقى بجد معاه من جوه تلاقي مفيش قوي، ممكن يكون براجماتيك قوي وبني ادم عملي جدا، ما بيوقفش ثانيه ويحس بالاحاسيس اللي موجوده الكثيره دي. ولما حاجه برضو اكتشفتها، عارفه انا في الاول كنت بقول لا انا هم ناس معينه، هي ناس معينه بس الجوا دي فيفر اللي هم الناس اللي عندها الهاله دي او بتفهم يعني ايه متعه الحياه دي. بعدين اكتشفت انه في يعني لو دعبستي كفايه في داخل كل حد، لو خد المساحه الامنه بتاعته والوقت بتاعه هتلاقي عنده حته كده اللي هو الحته اللي بيهرب منها. بيهرب، ممكن يبقى يعني شخص عقلاني جدا وكل حاجه، بس لو اديتينه المساحه دي يطلع اللي جوه، بس هيعرف يكونكت اللي جوه. انت فاهمه قصدي؟ فاهمه. فالجمال برضو انه ده جوانا كلنا، يعني هو مش حاجه سبيشال انه يارا واصحابها اللي صح شكلهم كده، لا مفيش كده، هو كلنا كده، بس ندي المساحه لبعض ان احنا نطلع ده. فاهمه قصدي؟ مظبوط. واللي قدامك كمان يدي لنفسه الفرصه ان هو يعرف يطلع اللي جواه. طبعا. طب بتختاري الضيوف مثلا بناء على مثلا عنده قصه او موقف معين، ولا بس ان هو بتحسي بالضيف ده شخصيته ان هو ممكن يطلع حاجه تفيد الغير؟ بصي انا مقتنعه انه كلنا عندنا قصص ملهمه. اي حد فينا لو قعد حكى قصته بطريقه معينه هتبقى قصه ملهمه، ومش بطريقه معينه. يعني ان كلنا عندنا صعوبات، وكلنا بنمر بحاجات صعبه جدا وبنعديها، وحاجات تانية بنعطل شويه وبعدين بنعديها. فاهم قصدي؟ فكل انسان عنده بسميهم pearls of wisdom، عنده مدام عاش يبقى اكيد عنده. بس هم ايه وهيطلعوا ازاي وهيفيدوا الباقيين ازاي، هو ده اللي انا بحاول ان انا اطلعه من كل حد. طب الضيوف اللي انت دايما بتختاريهم بيكون عندهم قصص في الحياه، بتحسي ان في عامل مشترك بين معظم ضيوفك؟ مثلا كلهم مثلا عندهم حته صبر، كلهم مثلا عندهم حته تصالح نفسي. تصالح نفسي كلهم. يعني معظمهم بيبقى عندهم ان هم ممكن يكونوا شايفين نفسهم بطريقه صادقه، وده مش معناها ان هم كلها حلاوه. صح صح. بس بطريقه صادقه ان هو هيقدر ان هو يقعد يقول انا شايف 1 2 3، ويبقى صادق كفايه مع نفسه انه يعرف يقولها، وسامح لنفسه ان هو يبقى vulnerable. يعني مش عارفه انا مش عارفه اجيب لك الترجمه حاليا بصراحه. ولا انا عارفه يعني اجيبها، ممكن بس تكون كلمه زي ان هو يكون مستعد انه يطلع اللي جواه. بالظبط. مش يعني مش خايف، مش حاطط 100 وش. بالظبط. يعني مش او حاجز ان احنا دايما بنبقى يعني في الحياه بتعلمنا انها مش امنه، مش حياه امنه، فبنقعد نحط حواجز 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 حوالين نفسنا لحد ما احنا نفسنا نختفي، يعني جوهرنا يختفي. فبرضه المساحه اللي بتتعامل في البودكاست ده ان هي تخليكي تعرفي الشخص ده بجد. ولما الشخص ده يبتدي يبقى عشان هو عنده تسامح يعني او تصالح مع نفسه، هيوريكي نفسه، هيسمح لنفسه ان هو يوري نفسه. فكرتيني يارا واحنا قاعدين بنتكلم بواحده صاحبتي كانت دايما تقول لي احنا لما بنيجي نواجه مشاكلنا مش عاملين زي الناس اللي بتروح تاخد ادويه مش قصدي ان انا طبعا اقلل من ده، لان في ناس فعلا بتكون محتاجه ده مع دكاترتهم وكده، بس في ناس بتستسهل من غير دكاتره ويقول لك انا هاخد مهدئ، انا هاخد حاجه تنيمني، انا هاخد مش عارفه ايه هروب. فقالت لي انت متخيله ان احنا بقينا ناس قله جدا، ان احنا بنقعد ونواجه مشاكلنا ونعيط ونلطم ونزعل وما ننامش وما ناكلش. انت فاهمه صعوبه ده جدا؟ يعني دايما فاهمه كويس قوي. يعني ده بيتطلب شجاعه، يعني اللي بيقول لك مثلا ده شغل تنميه بشريه. طب يا جماعه انتوا فاهمين ان الواحد ينمي من نفسه ويحاول يفهم نفسه صعبه ازاي؟ محتاجه شجاعه قد ايه؟ طيب احكي لي يارا عن اول حلقه عملتيها في البودكاست، ايه كان رد فعلك ورد فعل اصحابك ورد فعل اهلك والناس اللي اتفرجوا؟ بصي انا اول حلقه عملتها مع محمد عبله فنان، وكان بسبب ان انا وقتها ما كنتش بنزل الشارع خالص، ما كنتش بعرف يعني كنت بخاف من حاجات كتيره جدا. جالك زي فوبيا من نزول الشارع؟ اوكي. فوبيا من بني ادمين اكشلي، يعني كنت ببقى خايف، اللي هي اسمها اجروفوبيا، اللي هو بخاف من التعامل مع بني ادمين. فنزلت يوم، يعني هو كان عامل كورس رسم، فقلت انا هروح، انا برسم. اوكي. فروحت حضرتها ولقيت نفسي مبسوطه جدا، فقلت له انا نفسي ان انا اعمل معاك لقاء. فقال لي
تنوري. فرحت كلمت معاه، كانت من احلى، انا خلي بالك بالنسبه لي انا بتبقى من احلى اللحظات واحنا قاعدين بنتكلم انا مع اي جست بصراحه لحد النهارده. والرياكشن كان ملهم بصراحه جدا، ان حسيت ان في ناس محتاجه تسمع ده، انه يقدر يساعدهم في حاجه، انه الاحساس بس ان في مساحه امنه اتنين بيتكلموا فيها وبيقولوا كلام عميق، الناس مش واخده على ده فحبت ده، فاهمه يعني؟ حبت انه في المساحه، ان في المساحه دي، انت فاهمه قصدي؟ في انه بقى ايه ده، يعني احنا ممكن نقعد نتكلم عن مشاعرنا، ممكن نقعد نتكلم عن مشاعرنا، فاهمه؟ ممكن نقعد نتفلسف شويه، ممكن نقعد نتفلسف شويه، يعني مش محتاجه ان انا اجري اجيب العيال لا مش محتاجه تعملي كده، يعني محتاجه، يعني ولا انت محتاجه ان انت تبقى بتجري 24 ساعه. يعني انا فاهمه طبعا انه متطلبات الحياه طبعاً. وي 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 وي. بس احنا برضو اللي بنكرر متطلبات الحياه، فهو دايما اختيار، فان صح. انا هدي نفسي المساحه دي، ده اختيار. رد فعل اهلك ايه؟ بصي انا اهلي من ساعه طبعا ما يعني شافوني واقعه في المستشفى بهارت اتاكس وحاجات كده، فهم ادوني مساحه امنه جدا. يعني ادوني مساحه ان هم يحاطوني بحب ويسيبوني اعمل اللي انا حاساه. عندك ولاد؟ عندي بنوته. عندها كام سنه؟ عندها 13 سنه. احساسها ايه لما بتبتدي تعملي بودكاست؟ بصي في الاول كانت مستغربه شويه، انت بتعملي ايه، انت مجنونه بقى خالص وكده. مامي بقى هتفضحنا على السوشيال ميديا والحاجات بتاعت الاهالي دي. بس هي ده ما كانش محتاج سوشيال ميديا ولا محتاج ان هو استنى اعمل بودكاست، هي كانت في مرحله مامي هتفضحنا كده ولا كده يعني. مفهوم طبعا. فمن وهي يعني 10 سنين وهي مامي، يعني عارفه لو ما استنتش 13 مثلا. بس دلوقتي بصراحه هي she's very proud، فخوره بيكي. فخوره باللي حصل، فاهمه؟ بالنتيجه، يعني مش انه بودكاست ومش انه سوشيال ميديا ومش ده، انها حاسه ان امها اتغيرت. حاسه ان امها بقت مبسوطه اكتر، وبعبر عن نفسي. أيوة. وبطلع كريتيف انرجي بتاعتي، فبالتالي بديها، بسمح لها ان هي كمان تعبر عن نفسها. انت عارفه زي ولادنا برضو بيتفرجوا علينا بالظبط، هما بيقلدوا. فده لما كل ما انا ببقى يعني انا لو انا تعبانه هي هتلاقيها مغلقه، لو انا فخوره بنفسي وحابه اللي انا بعمله هتلاقيها هي كمان بتعمل ده. فطبعا ده ما كان من احلى الايفكتس يعني علينا احنا الاثنين الحمد لله، على قد ما الوقت اللي فات ده كان صعب جدا علينا، انه هو انا وهي في الاخر، انا وهي لوحدنا. فكان على قد ما هو امتحان، على قد ما هو عارفه ريبيرث جميل قوي يعني، او ولاده جميله قوي. ولاده جميله جدا جدا يعني، الحمد لله بصراحه. طيب رد فعل الناس على السوشيال ميديا كان عامل ازاي بعد اول حلقه؟ احنا نقدر نقول ان انت من اول الناس اللي عملت بودكاست اتعرفت على السوشيال ميديا. بصي انا كل التعليقات كانت بوزيتيف، غير طبعا موضوع اللغه، عشان انا اشتغلت على نفسي ان انا ابقى بتكلم عربي. فهم بيقولوا لك مثلا انت بتعملي ميكس الانجليزي مع العربي في الحلقه. بالظبط. فانا عشان اقدر ان انا اعمل اعالج القصه دي، ترجمت كله بالعربي وكله بالانجليزي، ان كمان في ضيوف اجانب. فقلت ان دي طريقه ان هي اقدر اوصل الرساله من غير ما يبقى في جذب وشد. بس يعني بصراحة التعليقات كلها جميلة جدا، من ناس عايزة تشارك في البرنامج، ومن ناس ملهمة جدا، ومن ناس حابة قوي، يعني كلها بصراحة كانت حاجات بوزيتيف وجميلة جدا، يعني تخلينا استمر، أصل غير كده هتستمري ليه؟ فاهمة؟ يعني ساعات الواحد الرسالة بتبقى قوية، بس بيبقى محتاج برضو تحفيز وتسقيف يعني. صح. طبيعي يعني. طب يارا تقولي ايه للناس اللي هم بيعملوا حاجات بيحسوا بيها ان هم بيجوا فوق طاقتهم عشان يعملوا الحاجه دي لنفسهم، لشغلهم، لاصحابهم، لاولادهم، لجوازاتهم او زوجاتهم، تقولي ايه للناس دول؟ هي دي اصلا حاجه صح ولا غلط من وجهه نظر؟ بصي هي زي ما قلت لك، احنا متطلبات الحياه احنا بنختارها، يعني في الاخر احنا عندنا اختيار، دايما عندنا اختيار. و يعني انا هقول على نفسي، انا عشت عمري كله مقتنعه ان انا بالعطاء هقدر ان انا اكتسب الحب، واكتشفت ان ده غلط جدا. ان انا مهما اديت، لو انا مش سامحه ان انا اخد او ان انا ادي نفسي، محدش هيعرف يديني ازاي. ف في اوقات كده
عارفه اللي هم اللي اسمهم المي تايم والكلام ده اللي هو اصلا بقى مهووس وقت لنفسي وانا لازم احب نفسي ولازم اركز وادلع نفسي بالظبط. هو كلام مهروس ودلوقتي الواحد بقى سامعه كتير قوي، بس هو في الاخر حقيقي، هو حقيقي جدا ان انت محتاجه انت او انت بصراحه، عشان طبعا. هو في الاخر هي اشخاص، يعني انا ماليش في جو الويمن امباورمنت للاسف، يعني بني ادمين كلهم انا لازم ابقى كويسه عشان اقدر اخلي اللي قدامي كويسين. فانا لو هفضل اجري 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 على فارغ هتحرق بالاخر، مهما كان الناس اللي حواليا بحبهم ومهما كان شغلتي بحبها، لو ما استريحتش هتحرق. لازم الانسان كده يعني صبح وليل، فاهمه؟ الكون ما هو برضه كده، فاهمه؟ بالاشهر هتلاقي في وقت الدنيا بتشتي، فالدنيا كلها بترست، وبعدين وقت الربيع يعني هي كده صبح كل حاجه فيها رست. احنا ليه ما نبقاش عندنا ده؟ ليه الواحد يشتغل 24 ساعه؟ فاهمه؟ يشتغل 12 ساعه وبعدين يرجع يعمل حاجات للعيال وبعدين يعمل مش عارفه ايه وبعدين، ما ينفعش. طيب من خلال تجربتك الخاصه او تجارب الضيوف اللي بيجوا لك، ازاي الواحد ممكن يتعامل مع الفشل؟ ازاي يبدا تاني من جديد؟ والفشل ده بقى رينج كبير طويل عريض من حاجات مختلفه، يعني انت عندك فشل مثلا في دراسه، ممكن فشل في شغلانه، ممكن فشل في علاقات، ممكن فشل في علاقه واحده باهلها او بولادها او بزوجها او الزوج مع زوجته، او الفشل كلمه كبيره قوي، بس دايما بيبقى فيه زي ما تقولي كده جايد لاينز او خطوط معينه بنبقى عارفين منها ازاي نقدر نتعامل علشان اقف تاني واقدر ابتدي تاني من جديد. واللي انا عديت بيه يمكن مشيت بشويه خطوات مش صح هي اللي وقعتني احاول واجرب تاني حاجه جديده. ايه هي الجايد لاينز؟ بصي انا هضحكك، انا بالنسبه لي بشوف الفشل ده من احلى الحاجات. يعني برضو لازم أنا اشرح لك ان انا شخص بيأفور شويه، يعني هو طبعا الفشل مش احلى حاجه، بس بالنسبه لي الفشل واضح. يعني انا فشلت، ففشلت ليه؟ عشان عملت 1 2 3 فتعلمت. فانا لما بفشل ببقى عارفه انا اتعلمت من فشلي، فخلاص الدنيا واضحه. يعني انا دلوقتي كنت في جوازه مثلا وما نجحتش. ما نجحتش ليه مثلا؟ هتقعدي تفكري ما نجحتش ليه؟ 1 2 3 انا اخترت مثلا حاجه انا كنت شايفاها من الاول بس تجاهلتها مثلا. فتعرفي ان انت لا، الحاجات دي لازم تبقي عارفاها من الاول، واللي تحسي بيه تسجليه، ما ينفعش تطنشي عشان الحاجات دي ما بتروحش. صح، بني ادم مخه بيفتكر وقلبه بيفتكر وجسمه بيفتكر كله بيفتكر، فاهمه قصدي؟ فانا بالنسبه لي الفشل فهو درس، والدرس مفيد جدا عشان الواحد ينمو بعديه. بس اهم حاجه ان الواحد يواجه الفشل ده، لانه ساعات صعبه كبيره قوي ان الواحد يقول اصل انا فشلت، بتبقى صعبه حتى انك تقوليها. بس انا فشلت وتعلمت وعرفت ان انا اخد التجربه دي وما اكررهاش. انا وده متهيألي اسمى انواع النجاح، ان الواحد يبقى عارفه لما الواحد ينجح كأنه بينجح على الفاضي، اللي هو تيجي مع العمي طبات كده. أيوة اللي هو أيوة فاهمه أيوة. بس لما بتطلعي من تجربه فاشله الى تجربه ناجحه بتبقي عارفه انه انت اتعلمتي وتقدري بقى. اقدر اقعد دلوقتي واقول لك تعملي 1 2 3 فاهمه ليه؟ عشان عندي ثقه في الخطوات اللي اتخذت، فاهمه قصدي؟ فاهماكي. في حاجه كمان كنت قريتها كده من فتره بيقول لك انت هتفضلي تقعي في نفس المشكله هي لحد ما تطلعي وتتعلمي ان الخطوات دي ما ينفعش تتعمل هي طبعا باترنز. هو البني ادم بيبقى عنده باترنز وبتتكرر وبتعيد وتزيد في نفسها لحد ما بناخد الدرس. طيب بالنسبه للبودكاست عامه، ليه الناس فجاه بقى عندها اقبال على الموضوع بتاع البودكاست؟ بصي هو البودكاست من احلى الفورمز، عشان هو او الفورماتس يعني بتاعت الكونتنت، عشان هو سهل. ولما شخص بيبقى عنده رساله معينه او موضوع معين عايز يتكلم فيه، فالشغف بتاعه كافي ان هو يقدر يعمل يقوم حاجه زي كده، فاهم قصدي؟ ان هو بسيط في قعدته، بسيط في انتاجه. متهيألي ليه هو ترندنج دلوقتي؟ عشان هو صادق، في نسبه صدق عاليه جدا، والناس اللي بتطلع عليه مزبوط. بتطلع بطبيعتها جدا. فحتة الصدق زي ما بقولك، هو الصدق مع النفس كان الناس بتتفرج عشان يشوفوا ناس صادقة مع نفسها، والناس بتحس
جدا. هو ما فيش، هو انا مقتنعه بمقوله كده ان هو الحاجه بتطلع من the energy of creation. يعني انا لو عامله حاجه بحب هتوصل للشخص بحب، لو عاملاها بصدق هتوصل بصدق. فلما كل ما الناس بتبقى على طبيعتها اكتر كل ما بتوصل الرساله اسهل يمكن. بس اتمنى ان يبقى كل حد يبقى عنده رساله برضه، ما يبقاش برضه كلام على كلام في الهواء فوارغ يعني. أيوة. يارا انا يعني مبسوطه جدا ان انت كنتي معايا النهارده، وبجد كان نفسي اقعد معاكي اكتر من كده، ولو هعمل يعني ساعات من وحلقات كتيره من ترانس بجد عايزه اضيع كل الوقت معاكي. يعني ربنا يخليكي، ثانك يو، انتوا لذاذ كلكم بصراحه يعني، وانتي تجنني وتجيلي بقى على جي دي بي ان شاء الله نعيط بقى مع بعض بقى. معروفه يعني اكيد معروفه. حاسه عندك حاجات انت بتسالي كتير قوي. حاسه انك بتسالي بس عندك حاجات تقوليها كتير. انا حاسه ميرسي يارا على وجودك معايا النهارده، نورتيني بجد.